It's a zombie. It's a zombie. It's a zombie. It's a zombie apocalypse. شكرا جزيلا. نشكر العائلة الفيفا عائلة كرة القدم من دواعي سروري وشرفي أن أكون هنا. أنا تختلجني الحماسة والعاطفة أكثر مما تختلج المرشحين أنفسهم. لنرى. I don't believe. لا أصدق. I have to tell one history before I say. يجب أن أخبركم قصة قبل أن أقول لكم ما هو الاسم. إنه من دواعي سروري وشرفي أن أكون هنا من بين خمسة لاعبين رائعين. ولكن في المرة الأخيرة التي كنت فيها هنا أعطيت الجائزة لكاكا وثم سلمت على اللاعبين وبالمصادفة والله يعلم لماذا فعلت ذلك أخبرت البرتغالي رونالدو كريستيانو رونالدو المرة الثانية سأعطيها لك وهو الفائز كريستيانو رونالدو. السيدات والسادة الأسطورة بيلي وأفضل لاعب لكرة القدم في العالم لعام 2008 كريستيانو رونالدو. كريستيانو نرجو منك إلقاء كلمة لو سمحت. إنه جمهورك. Bem, para mim é um momento especial na minha vida. Tenho que deixar já uma mensagem para a minha mãe e para as minhas irmãs. Podem largar os fogos que elas tinham guardado e é realmente um momento único na minha vida. Quero agradecer em primeiro lugar à minha mãe, ao meu pai, às minhas irmãs, à minha família toda, aos meus amigos, eles sabem quem são, mas não deixo de frisar o nome, que é o Zé, o empresário Jorge Mendes e todos os outros que sabem de que é que estou a falar, aos meus colegas de equipa, que sem eles eu não conseguia ganhar esta coisinha que está aqui. E estou mesmo muito feliz, é um dos momentos mais felizes da minha vida. Espero cá voltar outra vez e muito obrigado a todos, divirtam-se e muito obrigado a todos, obrigado. شكراً رونالدو أفضل لاعب كرة قدم في العالم. يا له من شرف، يا لها من لحظات رائعة، وهو من دواعي شرفي أن أرحب على من هو الفائز بجائزة أفضل لاعب. واو. To bring this special evening to a climax, we'd like to ask إذن لنستدعي رئيس فرانس فوتبول فرانسوا موغيليير ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بلاتيني إضافة إلى بيلي للالتحاق بنا هنا. الفائز هو
الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2013 هو The name is الفائز هو البارون بيشل إذن كريستيانو رونالدو فعلها ويعود للتربع على عرش العالم مساء الخير ليست لدي كلمات لأصف هذه الحالة أنا سعيد للغاية أشكر كل زملائي في الريال مدريد وفي المنتخب البرتغالي كل أسرتي الحاضرة هنا معي شرف كبير بعد كل هذه التضحيات أن أحصل على هذه الجائزة أعتقد أن أشكر مدير الأعمال والرئيس وكل كل متواجدين هنا أيضا أشير إلى اسم أوزيبيو ونحيي Who will win the FIFA Ballon d'Or 2014? مساء الخير The winner is الفائز هو كريستيانو رونالدو إلى ابني وإلى أسرة ابني وإلى أسرتي لاعبي كرة القدم في التاريخ ولكن هذا يحتاج إلى المجهود أنا أريد أن أشكر الجميع كانوا توطئة تهيئ لتتويج كريستيانو رونالدو بهذه الكرة؟ لا ما أعتقد لأن كريستيانو رونالدو تقريبا الكل أجمع عليه حتى اللي المحبين بميسي أجمعوا إن 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 رونالدو يستحقها عطفا على النتائج اللي حققها مع النادي ومع المنتخب وعلى أدائه المميز حقيقة وعطائه ومثابرته واسمه الكبير. طيب سنذهب الآن مباشرة لنتابع ما يحدث أمامنا كريستيانو رونالدو يتوج بالكرة الذهبية نتابع إلى باريس. Ball.
The emotion is like سعادة كبيرة جدا كما لو كانت المرة الأولى التي أفوز بها بهذه الكرة. أنه حلم يتحقق من جديد وأنا لم أظن. نحن في مكان مليء بالتاريخ كريستيانو، ليس كذلك؟ كذلك هو مكان مليء بتاريخك أنت، إنها لحظتك أنت. وهل ترغب في أن تشارك ذلك مع شخص ما؟ فإنه قد يكون شخصا من عائلتك هنا، ليس كذلك؟ تريد أن تشاطر هذه اللحظة الخاصة بك مع، سوف نعرف من فاز. هو موجود في الطابق الأول من برج إيفل، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو أو نيمار. سيفوز بهذه الجائزة من هؤلاء الثلاث؟ سيختار أفضل لاعب في العالم سيداتي. أدركت بأن الطقس سيكون باردا، لكن هذا لا يهم، التجربة تتحدث عن نفسها فعلا، أمر رائع. نحن فخورون جدا بتواجدك هنا وأنت تستحق ذلك. تعال معي، تفضل. مساء الخير إذن للجميع وكل هؤلاء اللاعبين الأساطير لريال مدريد، كذلك راؤول، فابيو كانافارو، روبرتو كارلوس، كاكا، وبالتأكيد رونالدو. أيضا كذلك مدرب المنتخب البرازيلي موجود. السيد أين هو؟ نعم السيد سانتوس. كلكما فخوراني به دون أدنى شك. لدي سؤال كذلك لك سيدتي، هل لاحظت شيئا خاصا في ابنك عندما كان صغيرا في السن؟ نعم مباشرة الإجابة نعم. كريستيانو، إذا بالتأكيد هذا شيء مهم، وماذا عن ابنك؟ هل سيفعل ما فعلته؟
أظن ذلك. نعم لديه شيء خاص وفريد من نوعه. أنا لا أضغط عليه بالمرة طبعا ليفعل أي شيء، لكن إذا ما أراد فعل ذلك. هو لا يزال صغيرا في السن، لكن هناك شيء خاص وفريد من نوعه في ابني. نعم بالتأكيد تعجبني طريقة تسديده للمخالفات الحرة. نعم يقف والدك هكذا، هل تريني كيف تقف قبل أن تسدد المخالفة؟ نعم أنت ممتاز، أنت جيد جدا.